صباح ممطر بفضل الله. كيف كانت ليلتكم بالأمس؟ هل شاهدتم أحلاما وردية؟ الحياة قرارات وليست اختيارات، قرارات تتخذها وليست اختيارات متوفرة لديك، خصوصا إن كنت من الفئة الغير محظوظة. يعني الناس التي لها اختيارات في الحياة هم فئة قليلة، فئة محظوظون في الحياة بشكل عام. هذا داخل في إطار الاصطفاء الإلهي، يعني اصطفاء ناس عن ناس، يعني لحكمة يعلمها هو. يعني هناك ناس محظوظة أكثر من أناس، محظوظة في أشياء معينة، هناك ناس محظوظة بشكل عام في الحياة بشكل عام في كل الأشياء. يعني أي شيء يتمنونه يصلون إليه، وحتى لو حدثت لهم مصيبة يخرجون منها بسهولة. يعني ذلك هو الحظ الذي يلازم القدر، قدرهم هكذا، خلقوا هكذا. أما بالنسبة للأشخاص العاديين فالحياة بالنسبة لهم هي قرارات وليست اختيارات، قرارات تقررها تتخذها أنت وليست اختيارات متوفرة لديك. يعني إن كنت غير محظوظ فليس لك خيارات كثيرة، يعني لو جاءتك خيارات سيكون بين الأمرين، يعني ستختار الأقل مرارة فيهم. يعني تحدثت عن أصعب إحساس يمكن أن تمر به في الحياة، في نظركم ما هو أصعب إحساس يمر به الشخص في حياته؟ الأجوبة قد تكون متعددة ومختلفة ومتضاربة، لكل حسب طبيعة حياته، حسب طبيعة شخصيته، حسب ظروفه، لكن إحساس صعب هو الذي يمسك في العمق. مثلا شخصيا لن أقول الفراق، لأن الموت شيء واقع وحق، يعني متفق عليه، ذكرنا هذا في سابقا. الموت شيء يعني متواجد في حياتك في كل لحظة في كل ثانية، خلايا تموت، شعيرات تسقط تموت، خلايا بشرة يعني تتساقط لأنها ماتت. يعني الموت هو واقع متواجد في كل لحظة في كل ثانية، لن يخيفك ويهيبك. بالنسبة لفراق الأحبة أو الناس هذا ليس بإحساس صعب، يعني لمن تصالح مع فكرة الموت. إحساس صعب هو الإحساس مثلا بالعجز، تريد أن تساعد شخص لكن لا تملك الظروف والقدرة على مساعدته. يعني هذا الإحساس بالعجز عن فعل الشيء لشخص يعني تحبه أو لشخص تريد مساعدته ولا تستطيع فعل ذلك، هذا الإحساس الصعب. إحساس آخر صعب هو الإحساس بالألم وإظهار عكس الألم لعدم إزعاج الآخرين، يعني تكون متألما ويعني متضررا ومقهورا وتظهر ابتسامة مصطنعة، ليس للاصطناع والنفاق، لا، لكي لا تزعج الآخرين وتجعلهم يتحملون همك. هذين الإحساسين صعبين جدا في نظري. ما رأيكم أنتم؟ ما هي الأحاسيس التي أصابتكم بالخيبة والأحاسيس التي كانت قاسية في حياتكم؟ شاركوني بتجاربكم في تعليقكم. دامت لكم المحبة وإلى لقاء قريب.